قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الراوي أبو هريرة، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الراوي أبو هريرة، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الراوي أبو هريرة، المحدث